مين افضل تعامل؟ الكفار. هم اللي تعاملهم افضل معك. ما عندهم توجه معين، يعني يتقبلوك بدينك بمنهجك توجه كل حاجه. الكافر يقول لك انا كافر، واضح واضح. السعودي المطقوع يقول لك انا مسلم والتوحيد ومش التوحيد. ايش رايك في موسم الرياض؟ والله جدا حلو. حلو ترفيهي يعني فرفان فرفان. ترى الناس يعني محمد عليه الصلاه والسلام لو موجود كان هيعمل فن. لا ان شاء الله. كان هيعمل كريسماس؟ لا لا كريسماس ما عنده. كان هيعمل هالوين قصدي. هالوين؟ لا ما. لكن هذه ذنوب، هذه معاصي. هذه من الشرك مش كفر. لا 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 استغفر الله. والله يعني اللي احتفل بأعياد الكفار الدينية ليس كافر. هذا مو دين. الكريسماس ليس دين؟ ما عندنا كريسماس. ما في ما عيد الحب. هالوين ولا عنده عيد الحب. ما في والله. والله كريسماس بيعملوا بيصلوا. لا. قيام الليل ولا بيعملوا إيه؟ ما عندنا كريسماس قسما بالله. خالص. والله ما عندنا. أقول. ولا عيد الحب ولا بيبيعوا ال. هذول أفراد. أنا لما أشوف تدري إن الدبدوب الأحمر عندنا ممنوع. هذه مو معلومة غائبة عندك بيوم الكريسماس. الدبدوب الأحمر. عيد الحب اللي مع دبدوب أحمر. والله ما عرض الدبدوب. اقسم بجلال الله. الله ان شاء الله ياخذ عمري اذا انا أكل. يعني انت راضي ان محمد بن سلمان بيبعت اكل لليهود؟ والله الطريق البري اقسم بالله انه كذب. والله والله كذب. والطريق الجوي صحيفه اسرائيليه. والطريق الجوي انت عندنا طريق جوي لاسرائيل؟ لا في كيف احنا في موقع بيبين الطائرات اللي بتطلع كلها وبتمشي ازاي بتيجي من الامارات فوق اللي عندنا. انت متخلف ولا ايه؟ من وين تطلع هي قصدك؟ بتطلع من الامارات. خلاص تطلع الامارات من عند العراق من فوق. والله يعني ما تطلعش كده من الامارات. لا والله خالص. لا لا خالص. شفت عشان كده انا اقول المصادر اللي تاخذونها السورس هذه خطا. سورس؟ طب ليش بتقول سورس؟ سورسس. ليش بتقول سورس؟ يعني تبين انت متعلم. والله لك متعلم ولا لا؟ ضعيف انجليزيه مو متعلم. طب ليش تقول لي سورس؟ ليش تحشر لي كلمه يعني مثلا محمد عليه الصلاه والسلام وكان هنا يقول لك سلام عليكم يا اخي جود باي كان يعمل كده؟ لا 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 هذا من ضمن الهزام، هذا من ضمن المفعول المفعول به اذا اتعمل سورسز. ليش تحط كلام انجليزي وكلام عربي؟ صادق فعلا، مع اني انا ضد اني احط كلمات انجليزيه في العربي، لازم نستعد للغه. انت جاي هنا تعمل ايه؟ سياحه. سياحه؟ جيب لي حديث او ايه فيها سياحه. حلل السياحه؟ لا ما في. طب ليش بتعمل حاجه حرام؟ الله يتوب عليه ان شاء الله يا رب. كيف يتوب عليك وانت بتعملها؟ كم دفعت فلوس عشان تجي هنا؟ ان الله يغفر. ان الله لا ان الله ان الله ان الله ان ترفع المبتدا اسم ان مرفوع لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني تقعد تعمل بقى؟ لا يعني لا انت لا صح. بالله عليك دفعت كم عشان تجي هنا؟ بالباوند يمكن حوالي 2000 مع السكن 2000. جاي لوحدك؟ لا مية شباب. شباب الان واحد اثنين ايه؟ اثنين. 2000 باوند؟ 2000 باوند يعملوا كم ياكلوا كم واحد بيموت الوقت في غزه؟ غزه؟ او في السودان؟ بلاش غزه عشان بتحرقكم قوي. لا بالعكس الله ينصرهم ان شاء الله. من قال؟ هذا برضو من الاشياء اللي السوشيال ميديا اللي الناس يكذبوا عليها. انا يلعن دين ام السوشيال ميديا. والله انا بكلمك انت. انت ال 2000 باوند دول ومن احيا نفس فكانما احيا نفس الجميع. ال 2000 باوند دول يحيوا كم واحد؟ والله كثير ممكن. طب كيف تعمل سياحة؟ ممكن 50 واحد. والله؟ يعني كل واحد ب40 جنيه ب40 باوند؟ ايوه لأنه 40 باوند؟ لأنه عنده كل شيء رخيص هناك. ده 10 باوند تحيي ابن آدم. مش 40، لا مش مشكلة. يعني 50 اتفقنا. مش مشكلة. كويس اتفقنا. أنت جاي هنا بدون مسلم من أرض الجزيرة من أرض الإسلام. ها؟ ايوه وادعم وادعم الحكومة البريطانية. تدعم كل حاجة ضد الإسلام وادفع تاكس وتارك غزة والسودان تخيل وتيجي تقول لي أنت إيه؟ لا ما قلت لك شيء، كنت حر. ما قلت لك أنت مشتري هذا ومشتري هذا ومشتري هذا الملابس حتى ملابس الفرنجية لابسها. ما وين لبسك العربي؟ كفر هذا. ملابس فرنجي هذا. هل أجدادك كانوا يكتبوا يلبسوا كذا؟ هذا فرنجي؟ على وقت الرسول ما هي شروط ما هي شروط لبس بريطاني ما هي شروط اللباس الاسلامي؟
هل هذا لبس اسلامي؟ ما هي شروط اللباس الاسلامي؟ ما اعرف. هل هذا لبس اسلامي؟ نعم. لا اله الا الله. نعم. هذا لبس اسلامي؟ نعم هذا اسلامي. ما شاء الله. هذا يغطي العوره، لا يبين يعني تقسيم الجسم، ها؟ لا يجر على الارض، ما في اسبال، طاهر. ايش مشكلتك؟ ليش ما تلبس لبسك الاصلي؟ انا هنا في دار حرب. دار حرب؟ نعم. لا اله الا الله. الله. نعم. انا هنا يعني عين البس توب زي المطاقيع اللي بيجوا هنا. والله العظيم كان معايا واحد في افغانستان، والله لن انسى هذا المطقوع، من جزيرة من عندكم من ديرته، الحيوان لابس توب ابيض وشماغ، وشماغ وطلع على راس الجبل. اي جبل؟ جبل كان موجود هنا. ويا رب يا رب صاروخ هنا عشان استشهد يا رب. انت عارف طيارة ساعة ساعة لو عمل انعكاس الشمس عليها كده الطيارة تشوفك، يعني انت على الجبل والجبل فيه تلج ممكن ما يشوفكش بالساعة، والشماغ الاحمر والعجال. يا رب. فقالوا روح شوفه. قلت له يا راجل يا متخلف يا ابن المتخلفين، انت جاي من اخر الدنيا عشان تطلع على الجبل وتقول يا رب صاروخ هنا؟ هذا العقلية المنكوحة. حتى اللي بيطلع من عندكم بيطلع شيطان لعب. عندكم كم خدام في البيت؟ والله ما عندي ولا واحد ولا سائق ولا كذا. بلاش دير بالك في بس في يعني انت تقصد هذا. عندكم كم واحد؟ شوف في واحد سعودي اسمه نجيب قرشي او نجيب خرشي او نحيب خرشي او حاجات زي كده، بدون تنابز بالالقاب. اسمه مسلم واريور. عارف ده بيعمل ايه؟ هذا بيلبس ملابس داخليه بلون قوس قزح، كل يوم بيلبس واحد. اسمه مسلم واريور. عارف مسلم واريور يعني ايه؟ لا ما اعرف. يعني المسلم المحارب. وين يحارب؟ قاعد في السعوديه قاعد على سرير كده. ويحارب مين؟ ابوه وامه جابوا لهم خدامين في البيت. المشكله ان في السعوديه لما يكون عندكم خدامين وشغالين ما بتعاملوهم كويس، فهم لما بتخرجوا بره ياثر، بيلعبوا في الاساس بالاطفال. لا اتكلم، لا اقول هذه برضو من ضمن الكذبات المكذوبة. قسما برب الكعبة انا شاهد لا تجعل الله عرضة لايمانك. والله لا اجعله عرضة. وهذا انا مسؤول عن هذا اليمين. السلام عليكم. انا مسؤول عن هذا اليمين، صديقي بالشغل لما كنت هنا. نعم في مكة. قال لي اخ عملت مصيبة. قلت له عملت. قال لي زنيت. قلت له خرب بيتك في مكة، ده الحسنة ب100,000 وزنا ب100,000. قال لي ايش اعمل؟ المرة جات البت جات لي وفتحت المعطف كده وكانش في حاجة تحته. قالت لي هتعمل فيا؟ لا اصرخ وتتقتل. قلت له خير ما فعلت والله. عملت؟ قال لي اه. قلت له روح لكفيل. قول له كفيل ابعت لامك الاول. كان من اندونيسيا. قلت له قول لها تبعت لك جواب ابوك مات. وعايز ورقك وعايز فلوسك، لان انت عارف الباسبور بياخدوه، جواز السفر والكفالة. المهم قلت له خده وروح. قال لي والفيزا؟ قلت له ربنا هيرزقك ان شاء الله. اخلع لان كل سيئة ب100,000. والله وبالله وطالله في موسم من المواسم منعونا من الحج. يعني حجيت اول سنة، ثاني سنة قال الحج ممنوع يحج ثاني. الشركة ولا الدولة؟ لا الدولة. قلنا خلاص الحمد لله احنا حجينا حجة الاسلام. راح طبعا انت عارف اهل مكة فجار غير اهل المدينة غير اهل فجار عقارات الحرم. نعم هدول اللي اسمهم ايه المجنسين دول من كل الملل. خوجة تركستاني. راح كبار يحجوا وصغار هناك. انا رحت سبحان الله كنت في العزيزية، قعدت امشي في العزيزية ومنى بس ما دخلت معي. كل اللي معايا معظمهم جابوا هدايا. ايش هذا؟ قلم ذهب، هذه كبك مش عارف ايه سلاح. ايه يا ولاد المره من فين؟ ده انا في شغل النهارده، ده انا عملت كده. مطاقيع
يعني قصدك انه طاحوا في العيال. استغفر الله. انا كنت اشتغل في محل مفروشات في العزيزية، وقالي توصيلة في اجياد. ايش اجياد؟ جنب الحرم. ايش اجياد؟ حي جنب الحرم، جنب الكعبة. حلو. اربع غرف. طلعت لي معايا العمال، ركبنا ركب، واحنا نازلين كنت فين يا ابن كذا؟ يلعن. قلت له يلعن انت ابن سين كذا، كنت بتعمل ايه؟ قلت له كنت بتركب. قال لي بتركب يا ابن الحرام؟ قلت له بركب يا ابن المره، بركب غرف. قال لي دي مره عاهره. قلت له يا ابن المره ما انت عارف عاهره، امسكها. انا معايا اهو الفواتير اهيت، الفلوس اهيت، الصناديق الفاضيه اهيت، الفرش القديم اهوت، اربع غرف، ثلاث ساعات. المشكله افتكرني بعمل سيكو سيكو. اقسم بالله انا على علم ناس ايامي في مكه كانوا بيدلوا مفاتيح مع النسوان، تاخذ مفاتيح الرجاله. روح يابا روح. مفاتيح يعني يقعدوا كده على طاوله، وكل مره تاخذ مفاتيح الراجل عايز تروح معاه. يا كثر ما سمعت القصه هذه، يا كثر ما سمعت، يعني كله هبد. يا راجل انتوا ما عندكم كم مره الان للأسف من الجزيرة الآن تعمل عايزة مسيار وما مسيار. شوف يا حبيبي، الآن لما أقول مثلا مصر عندكم خرع على مصر وعلى اللي جابها. ما تقول لي مصر 100 مليون ما شاء الله، خرع عليهم. مصر مش أرض رسالة. لا مصر مش أرض، مش أرض محمد عليه الصلاة والسلام. أرض الكنانة. إيه يعني الكنانة دي؟ يعني الكنانة؟ أقول لك إيه؟ والله صراحة أنا أسمع فيها ولا أعرف معناها. أنت ولا تفهم حاجة. صرصار تقول صرصار، جزمة تقول جزمة. يعني إيه كنانة؟ واحد اسمه كنانة اعتقد. طب كنانة ده بالحديث، كنانة دي قبيلة من 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 الجزيرة. السلام عليكم. اللي جاب كنانة لأم مصر؟ ما في شيء والله. يحسبوني. روح يا زلمة، روح. أيه روح. روح اتفسح، اضرب لك، روح اجور رود، حوس لك. والله جيت ما ممل، هي اصلا البلد كلها مملة. سبحان الله، دفعت لك 2000 جنيه وخدت الذنوب ان شاء الله. كويس اني شفتك وتمنعت. تشوفني انت تدفع فلوس عشان تشوفني؟ هذه من التفاهه. تدفع فلوس دي عشان تشوفني انا؟ يا اخي يمكن انت الله على يدك يهديني، ما تدري. ما انت ما بدك هدايه. انت لو بدك هدايه كنت يمكن كلامك ياثر فينا. لا انت ماسك لي سبحه وخلاص. انت لا، هذه مو للتسبيح. امال بالزا كده والله. فرفان. ايه فرفان؟ فورفان بالانجليش. يعني انت حافظ لك كلمتين بقى، فورفان وفورمان. خليك. How much يلا. I don't know English. Please give me ابغاني سكافة يابا. اقعد على القهوة كده اقول لك ابغاني سكافة يابا، يعرفها بالانجليزي كده. نسكافة. نسكافة. ماشي يا ابو الشباب. يلا يا حبيبي. حبيبي السلام عليكم.